Hey, boy. بس البيت صغير عليك يا فندي، مش عندك. هنا من امتى؟ قبل الاستراحة بشوية. حلوة قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بدران. الخطة دي حاجة تانية خالص. بس هي باين عليها حاسبها كده. أبويا منبسط أول لما بتيجي، أمي كمان، كلنا يعني. إيه؟ يا دفء فتنا دي تربية إيدي. بنت نظيفة وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم. لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. يا ما تيجي تعزمنا على حاجة أحسن. لا يا لا ما قصدش قد كده، بس القهوة ملغمة بعوق. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابي. والجوزة فرق. لا لا. والقهوة فرق. لا لا. والجوزة فرق. لا لا. طمن أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا. فضل سهران في الغرزة، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرقاصة، وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه بالإيقاع ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ انا عيني عليهم ليل نهار، واي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة انه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ ايوه حاجة مهمة، بدليل انه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومة اكيدة. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعة متأخرة زي دي اكيد فيها حاجة مهمة. وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجة. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكلة. كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أمك ضغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. Thank you.
حاسس ان انا متمزع 100 حته، مفيش حته فيا راكبه على بعضيها. كل ما عاوز حاجه الاقي حاجه تانيه جوايا بتعافر رفضاها. كل ما اجي ادور الحاجه الاقي حاجه تانيه جوايا بتشدني ليها. انا بقيتش فاهم نفسي، مبقتش فاهم نفسي. حاسس ان انا بقيت كراكيب متكومه في اوضه ضلمه. يوم ما هتاخد طار اخوك، يوم ما الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حته وتغسل روحنا من ذنبه، تصلح كل حاجه اتكسرت فيه. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دي دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هندريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجعة الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنط العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت قطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بنت جديدة ملاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كم يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا ما